الجهاز الفني، وبكلمك بصراحة وسادة المشاهدين عايزين اتفضل يعرفوا رأيك بصراحة اتفضل. في اختيارات الجهاز الفني للمنتخب بالذات المرة الأخيرة دي. الطرح أو كان من الشورت ليست أو القائمة المختصرة للمدربين المرشحين لنيل شرف طبعا تدريب منتخب مصر كان الكابتن حسام حسن، ومعاه طبعا اكيد الكابتن ابراهيم حسن. هل انت حسيت ان انت اتظلمت ان انت حتى ما تعملكش انترفيو ان انت تروح وتقول انا ممكن اعمل ايه لمصر؟ بص يا ميدو، مجرد ان انت طرحت حاجه زي دي وان في حاجه كانت ممكن، يعني كنت ممكن ان انا اكون موجود فيها، فاكيد الحاجه اللي يعني اللي انا شفتها من نفس كلامك في الشارع، بحس ان الكلام واحد. الناس في ناس مش بتحبنا عشان لشخصنا، لا هي شايف ان انت ممكن زي ما بيشوف ميدو انه مجتهد ممكن يبقى في المكان ده يفرق كتير مع بلده وينول شرف زي ما انت قلت، شرف كبير زي انه يدرب منتخب مصر. الكلام واحد يعني، طب ليه ما يعني ليه ما اتحطيتش هل في حسيت ان مكان في ده؟ جديه من المسؤولين ايامها في اللجنه اللي مفيش بتديرك؟ حاجه خالص، مفيش اي كونتاكت مفيش اي حصل تواصل حصل، خالص خالص الاسم خالص اتطرح في الاعلام بس كده بالظبط. يعني بشكل حتى يمكن انت وصلت لمرحله ان انت كنت بتتحط في اخر الليست، الشورت ليست اللي انت اللي هو الاسامي اللي كانت بتتحط، فكانت هل حسيت بالاهانه؟ ان انا ليه بعد التاريخ ده كله اللي عملته، وانا وابراهيم حسن بعد التاريخ كله اللي عملته لمصر كلاعب وراجل بدرب من سنه 2007 وفي ظروف صعبه واثبتت نفسي في اكتر من مكان، ان انا حقي الشرعي او حقنا الشرعي ان يبقى في جديه من المسؤولين ان احنا نبقى موجودين على راس الجهاز الفني والاداري للمنتخب؟ بالظبط. هل يعني حسيت بالاهانه ولا لا؟ مش في إهانة، لكن في لا مبالاة مقصود يعني، أو في تجاهل مقصود. يعني أنا عايز أخدم بلد زي ما اجتهدنا وإحنا بنلعب، عندي باور أو طموح كبير قوي في المجال اللي أنا فيه. أنا مش بشتغل فيه كشغل زي ما أنت عارف، إحنا لعبنا مع بعض وكان في وقت من الأوقات كان في مدربين اجانب، يعني انا كنت بحس ان في رؤيه ان الواحد بيشتغل بيها، في ابتكار او حاجه ان انا عايز اعملها خاصه في حته التدريب. حاسس ان انت تقدر تعمل نفس الانجازات كمدرب كلاعب بالظبط نفسي ان انا كمدرب. لكن هي مش بالكلام بس، يعني هي مش بالكلام. لو عدنا للشريط او 2007 لحد النهارده، المحطات اللي انا اشتغلت فيها مع الظروف، ان انا لو اشتغلت في زي ما قلت اشتغلت مع نادي الزمالك في ظروف صعبه للجميع النهارده، ان انت لما هل في ايجابيات اتعملت ولا لا في المحطات اللي انت اشتغلت فيها؟ هل انت الوحيد لو انت ترشحت الوحيد المدرب الوحيد اللي او المصري الوحيد اللي درب منتخب خارج مصر بعد الكابتن محمود الجوهري؟ كنت انا يعني في منتخب الاردن وتحقق نتائج كبيره، تحقق نتائج ان انت توصل الملحق لكاس عالم مع منتخب الاردن مع اوروجواي، وتحقق نتيجه ايجابيه بره رغم الخساره اللي خسرناها في الاردن، ان انت توصل لنهائيات كاس الامم في اسيا ودي صعبه وانت عارف بطوله طبعا من غير بدون هزيمه. فانت النهارده لما بتحط السي في بتاع، حتى لو انت غمضت عينك سيبك من خبرات وسيبك من اسمك او لعبت او ما لعبتش، النهارده لما بتحط شغلك كمدرب ان انت دربت الانديه من 2007 انديه كبيره وانديه جماهيريه والكيرف بتاع فنيا والليفل اللي وصل ليه مثلا النادي المصري او الزمالك او منتخب الاردن، دي بالنسبه المحلي. لما انت مسكت منتخب زي ما قلت منتخب الاردن، ما دي حاجات دي تخليك عندك اوريدي الخبرة الدولية. بالظبط. يعني انت